تعتبر تغذية كبار السن هي مهمة جدا، لأنه معظم الأمراض يلي ممكن تصيب الشيوخ هي مرتبطة ارتباط وثيق بسوء التغذية، سواء كانت بتؤدي لسمنة مفرطة أو حتى نقصان بالوزن بصورة كبيرة. كونه تقدم العمر بيؤدي لتغيير بالوظائف الأعضاء والجسدية كمان إذا فينا نقول. صحيح يا نور، وكثير من المشاكل إذا نحن ما اهتمينا بغذائهم لكبار السن. كرمال هيك اليوم خصصنا فقرتنا للحديث عن التغذية المناسبة والجيدة للأشخاص المتقدمين بالعمر، وشو هي الحلول للابتعاد نوعاً ما عن الأدوية، وشو هي البدائل الغذائية. رح تعطينا كل هالتفاصيل اختصاصية التغذية نور الصبان. صباح الخير. يسعد صباحك نور، واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن موضوع مهم جدا، ونبعد نوعا ما عن الشيء المعتاد اللي ممكن نحن نصادفه بحياتنا اليوميه. خلينا نركز على كبار السن، اللي هي تغذيتهم لازم تكون كثير مهمه، شامله كل الفيتامينات، وبنفس الوقت انه ممكن بعض الكبار السن بياخذوا ادويه. فكيف نحن فينا نوفق بين الغذاء والدواء بنفس الوقت نعطيهم غذاء مناسب لصحتهم؟ هلا نحن بعمر 30 لعمر 80 ببلش في عنا فقد بنسبة 15% من العضلات، وطبعا بسبب التغييرات اللي بتصير بجسمنا، فنحن بشكل طبيعي بصير نحن بحاجة لاحتياجات غذائية أساسية وضرورية. فالمشكلة نحن عنا، هلا انت ذكرتي، بنلاقي كبار السن عندهم كيس القدوم، بنلاقي كل شيء مثلا أدوية بيحطوها، هذا الموضوع كثير غلط. فنحن المفروض كبار السن قبل ما نحن نوصل لهالمرحلة بدنا نكون مؤسسين جسمنا بشكل صحيح وصحي، وعاطين الجسم احتياجاته الغذائية لحتى نحن وقت نوصل لعمر معين نحن نكون مؤسسين الجسم. صح. مثل ما حكينا انه بعمر 30 ل 80 بصير في عنا فقد، فنحن وين البناء عنا؟ قبل عمر ال 30. فالمفروض نحن نكون عاملين نظام غذائي صحيح وصحي، حتى أسس صحية بالنسبة لنا. تمام، نعرف شو الاحتياجات اللازمة لكل فرد ونعطيها، لأنه هو خزان عم نخزن فيه الغذاء، خاصة بالنسبة للعظام والكالسيوم اللي رح نحكي عنها بعد شوي. طيب خلينا نبدأ بزيادة الوزن عند كبار السن. اليوم الموضة الشائعة ووباء العصر إذا جاز تسميته وباء هو السمنة المفرطة. كل حدا فوق الأربعين أو خمسين سنة عنده وزن يمكن 15 كيلو زايد، أو إذا ما قلنا 20 وأكثر. شو بتأثر السمنة المفرطة على كبار السن؟ طبعاً حتى منلاقي مو بس 15 و20، طبعاً كتير في شغلة ضرورية بدي أحكي عليها هلأ، إنه للأسف 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 منلاقي مثلاً حدا عمره 50، أنا خلص ما عاد بدي أعمل دايت، أنا ما عاد أنحف. هذا الموضوع كتير غلط. هلأ نحن بما إنه صار في عنا بطء بالاستقلاب، فنحن بحاجة إنه نحن نسرع الاستقلاب أكثر. هذا الشيء عن طريق الرياضة، عن طريق إنه أنا ألعب رياضة، إنه أنا بنفس الوقت ما ضلني قاعدة وأنا والله خلص أنا صار معي. هلأ زيادة الوزن هي بتتبع ممكن السكري، ارتفاع بالضغط، ممكن يصير في عنا ارتفاع بالكوليسترول والشحوم الثلاثية، يصير في عنا شخص معرض للسكتات القلبية والدماغية أكثر، ممكن يظهر عنا حتى أمراض مفصلية، تنكس بالركبة أو حتى الديسك. لا، اغلب الاشخاص هدول خلص انا بضلني قاعد، ما بدي اتحرك، ما بدي اعمل دايت لانه انا جسمي خلص هيك، يعني انه هو رضي بالواقع. ايه تمام خلص، مو بس هيك انه انا خلص ما بنحف، ما في مجال ابدا. هذا الموضوع غلط، بالعكس انا لازم بلش اني نظم غذائي. يعني هلا كبار السن احنا نركز على عناصر غذائيه اساسيه، لانه نحن بيقل في عنا امتصاص الكالسيوم والحديد والفيتامين بي 12، حتى نحن عنا بالنسبه لفقد العضلات فنحن بحاجه لنسبه البروتين. فحتى اختيار البروتين بده يكون كثير كثير دقيق وكثير صحي. يعني مو انا خلص انا بدي اخذ بروتين فانا باخذ مثلا لحمه بكميه كثير كبيره، لا، بدي باخذ انا لحمه بس يفضل انه هي تكون خاليه من الدهون او ما فيها كثير نسبه دهون عاليه. يعني سواء انا باخذ مثلا لحم العجل او صدر الدجاج، المأكولات البحريه، الأسماك ضرورية جداً، تحتوي على الأوميجا 3 الدهون الصحية اللي هي ضرورية للشرايين القلب وللدماغ حتى للمفاصل. حتى لازم مفروض أنه ناخد الحليب ومشتقاته أنه بيحتوي على الكالسيوم والفيتامين دي ونسبة عالية من البروتين. بس نحن نحاول أنه مو أخذ أنا الحليب، وأنا إذا في عندي مثلاً زيادة وزن فأنا بأخذ خالي الدسم دائماً أو لو فات. يعني دائماً إجأ للحلول اللي هي أنا بالنسبة لي تمام. وهلا البروتينات النباتيه، البروتينات النباتيه ضروري جدا انه انا كمان اخذها،
بس الفكرة أنه البروتينات النباتية هي بتكون مو مثل البروتينات الحيوانية، ما بتكون هي شاملة لجميع الأحماض الأمينية، فيها كتير حموض أمينية مختلفة. تمام. وهلا اذا احنا بدي اخذ انا البروتينات بشكل صحي افضل بالنسبه للبروتينات النباتيه، فانا باخذ العدس مثلا ومع نوع من انواع الحبوب البرغل، فانا بكون عم اعطي وجبه كثير صحيه بنفس الوقت عم بعطيه كمان حديد والبروتين. والشخص مثلا اللي حتى بده يزيد وزنه او ينقص وزنه كبار السن فهن فيهم ياخذوا هاي الوجبه، بس طبعا بتختلف طريقه التحضير. طيب خلينا نحكي عن ممارسه الرياضه. اغلب كبار السن خلص بيوصلوا لعمر معين انه انا مثل ما قلتي انه انا مو بس ما عاد انحف، انا ما خرج امشي، اذا مشيت بتعب رجلي، انا ما بقدر اعمل، ما بقدر ساوي تمارين رياضيه او ممارسه الرياضه. نحن ما بنقول تمارين رياضيه بالجيم، على القليله ممكن يمشي ساعه، نص ساعه، ربع ساعه، هدول القصص اللي لازم يحرك فيهم الدوره الدمويه. خلينا نحكي عن اهميه الرياضه. الرياضة مهمة جدا لكبار السن لسبب كتير كتير مهم، انه انا كبار السن هي معرضة لهشاشة العظام، فالرياضة هي بتساعد انه تقوية العظام وتقوية الجهاز المناعي. كبار السن بنلاحظ انه ممكن كتير يفوتوا بحالة اكتئاب او حتى مود عندهم بيكون شوي بيكون سيء او تغيرات مزاجية، فهو حتى نحن من نخلي كبار السن انه يلعبوا رياضة فمنلاقي هن بتتحسن الحالة النفسية عندهم وبيخف عندهم هذا التوتر والاكتئاب، فحتى الصحة النفسية بتتحسن وبصيروا ما عم يطلبوا أكل كتير مثلا صح. أو يأكلوا صح. تمام. ونقطة رئيسية هي موضوع زيادة الوزن. هلأ كتير كتير هاي الحالة عم نشوفها، مثلا تلاقي في مشاكل مفصلية قاعد الشخص، طيب إنه أوكي طيب ماشي خليني حاول قوم، لازم ضروري جدا إني حاول. هلا انا ضلني قاعد هيك شو بصير عندي؟ بصير في عندي ضعف في العضلات، بصير جسمي انا كل ماله بصير في عندي خمول، يعني انا عوض ما انا حسن الصحه عندي عم وصل لمرحله الضمور. تمام. فلا الافضل انه انا حاول، يعني هلا نحن بنبلش ان شاء الله بخمس دقائق. صحيح. ما عم نقول انا ما عم اقول انه مثلا كبير السن لازم يقوم مثلا ويلا وينط وكذا وهيك. تمام. لا انه نحن نمشي نص ساعه يوميا بس بالتدريج بطريقه طيب. تدريجيه. طيب صار اللي صار، وصلنا للسن المتقدم ونحن ما كنا اخذين بعين الاعتبار الاجراءات الوقائيه اللي صار لنا عم نحكي عليها من بدايه الفقره. عندنا مشاكل، عندنا هشاشه عظام، عندنا مثلا سوء تغذيه، سوء امتصاص، وزن زايد. كيف بدنا نحل كل وحده من الثانيه؟ يعني مثلا خلينا نبلش بهشاشه العظام، عند السيدات شائع جدا. صحيح. بعد سن الأربعين او الخمسين، كيف بنعالج غذائيا المتقدمين بالعمر واللي عندهم هشاشه عظام؟ هلا هشاشة العظام هي ناتجة عن نقص الكالسيوم ونقص الفيتامين دي، حتى قلة الرياضة كمان بتساعد، هي انه نحن لما نلعب رياضة مثل ما حكينا بتقوي العظام. فالمفروض كبير السن انه نحن نعطي الحليب ومشتقاته، يعني الحليب يوميا يوميا لازم ياخذ بحدود الاربع كاسات. طب بس نحن ما بنخاف، بس بدي اقطعك بنقطة، ما بنخاف يرتفع الكوليسترول، هدول القصص من البيض، كمان مثل ما قلتي الحليب زيادة، يعني كمان مثل ما بيقولوا الزايد اخو الناقص بالنهاية. تمام. هلا البيض اذا اخذه مثلا مرتين بالاسبوع كاملا ما في مشكله ابدا. أوكي. ابدا ابدا ما في. والحليب ما في اي مشاكل. الحليب بناخذ يا خالي دسم يا اما بناخذ اللبن، فنحن مو بس من خلص بنركز حليب. هلا طبعا نحن فينا ناخذ حتى المكسرات، فيها نوع من يعني فيها كالسيوم بس ما فيها بهالكميه مثلا كثير كبير، مثل اللوز ما فيها كميه كثير كبيره، الملفوف ما في كمان كميه كثير كبيره من الكالسيوم، بس نحن لما بدنا ناخذ يكون في مثلا حدا عنده هشاشة عظام وفي عنده زيادة وزن، فهو بهالحالة أنا لازم أحقق له حاجته الغذائية من الفيتامين دي، ولكن الفيتامين دي هو موجود بمصادر غذائية نسبة جدا قليلة. صح. يعني هو موجود بالحليب، موجود بالبيض، موجود بالمأكولات البحرية والتعرض لأشعة الشمس، فبصير الجلد يفرز فيتامين دي. تمام. بس نحن هلا المكملات الغذائية فينا ناخذها لاشخاص معينين، يعني مثلا في عنا قله امتصاص، سوء امتصاص مثلا، نحن اوريدي في عنا ضعف امتصاص، وهذا الشخص بصير في عنده ضعف امتصاص اكثر، فانا لا انه فيني اعطيها، بس هون الفكره انه انا ما بصير من حالي اخذ، يعني انا المفروض روح اعمل تحليل، مو انا خلص شفت انه انا المفروض اخذ مثلا كالسيوم، انه ممكن كثير يكون في عن تمام على الكليه، فهون بكون عواض ما بعالج المشكله، لا بعمل مشكله ثانيه. طيب ختاما لو حبينا نحن نحكي عن الممنوع على كبار السن يتناولوه، يعني في ناس عندهم تحسس تجاه غذاء معين هن وعمرهم صغير، ف
فما بالك اذا كان عمرهم كبير. شو الشغلات بنقول ابدا او قللوا منها قدر الامكان يا هيك بركتنا يا كبار السن؟ الحلويات اللي فيها نسبة دسم كتير عالي وسكر كتير عالي، لأنه هي بتزيد الوزن، وبنفس الوقت احنا ما في عنا هالطاقة اللي كتير بالنسبة لكبير السن. في شغلة كمان ما حكينا عليها، انه نحنا في عنا ممكن يكون في صعوبة بلع، او حتى في عنا مشاكل بالأسنان، فقد الأسنان. كمان المأكولات اللي بتكون هي قاسية كتير على كبير السن، يفضل ان احنا نبعد عنها عشان ما يصير انه في صعوبه بالنسبه له. اللي فيها مثلا تكون كثير حاره كمان، بما انه بصير في عندنا حتى فقد بالتذوق شوي، مثل فقد مثلا السمع او فقد البصر شوي، بصير في عندنا حتى فقد التذوق. الملح كثير ضروري احنا نخفف الملح عشان ما يصير في عندنا ارتفاع بالضغط. الدهون الغير صحيه، السمنه، الزبده، الدهون الدهنه، يعني انه هي بحد ذاتها نخففها، وناخذ زيت الزيتون، ناخذ الاوميجا 3 اللي موجوده بالمكسرات وموجوده بالاسماك. المكسرات اذا ما بقدر اخذها فيني احط مثلا حليب واغلي، يعني اغلي المكسرات، حط المكسرات بقلبها، حط شويه قرفه، بيكون خالي الدسم، فانا بكون عم باخذ كثير وجبه صحيه. طيب خلينا نحكي عن كبار السن يلي ممكن ما كثير بيتحركوا وبيمشوا، واكيد في تناول الغذاء، واكيد بده يصير معه مشاكل هضميه واللي هي الامساك. شو هي التغذيه العلاجيه لنحل من مشكله الامساك؟ الامساك سبب الرئيسي قلة الحركه، قلة المي، لانه بنلاقي المسن مثلا احيانا انه هو ما بده يقوم كثير، يعني انه خلص بضل هيك انا ما بدي اقوم واقعد. ايوه تمام، ما بدي اقوم واقعد، فلازم انا احاول كثر المي، والالياف بتخف بسبب فقد الاسنان، بصير شوي في عنده ما بيقدر ياخذ الفواكه، ما بيقدر ياخذ الخضروات بالكميه اللي كان ياخذها من قبل. فانا بحاول اني انا ساعد المسن انه انا اعمل له مثلا اطحن له، ابشر له الفواكه، اطحن له مثلا الخضار، حتى لو اخذها مطبوخه ما في مشكله. انتبه على كميه المي، كميه المي ضروريه جدا بالنسبه للمسن. وعير دائما انه مثلا ياخذ المسن بحدود من 6 لـ 8 كاسات، يعني يشرب كميه منيحه من المي، ويحاول يتحرك شوي شوي، يعني ما في مشكله مثل ما حكينا 5 دقائق، زودنا دقيقه، زودنا دقيقتين، ما في مشكله هذا الموضوع. ومثل ما قلتي بنبلش 5 دقائق، بنبلش بالعشره، ربع ساعه هيك، لحتى نرجع ننعش العضلات الجسم نوعا ما، مشان ما يصير فيها ضمور بعد زمن طويل كثير. بالختام ما ضل غير نتشكرك ونتشكر المعلومات اللي قدمتينا اياها. شكرا كثير لك. شكرا لك، واحلى شيء حكيتيه بالبدايه انه نحن نبدا نخزن بجسمنا صح؟ صحيح، لانه بعد ال 30 او ال 35 حيكون الاستقلاب جدا ضعيف وبطيء بالنسبه للبدايه، وحيكون في خساره لكل الفيتامينات.